عليكم أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات. اليوم أنا درس الخط والإملاء. المادة الخط والإملاء، الموضوع هو حرف الهاء. لاباس، نتطرق إلى الدرس السابق. ما هو؟ طيب، ما ألا وهو أسماء الإشارة. هذا، هذه، هؤلاء. هذا للمفرد، هذه كذلك المفرد المؤنث، وهذا مفرد المذكر. هؤلاء للجمع. طيب، الآن لاحظوا معي الصورة جيدة جيدا. هذا ما هو؟ ما هذا؟ هذا هر. دورك، الحرف الأول هو حرف الهاء. هاء، هر. طيب، اليوم نقترح حرف الهاء أول كلمة، وسط الكلمة، آخر الكلمة. طيب، خذوا الألواح، كتابة على الألواح أولا بالهواء. انظروا كيف يكتب حرف الهاء. انظروا السهم، حرف الهاء مزيان. طيب، بالهواء. نعم، على الألواح مكتوب حرف الهاء، بداية البداية، في الوسط، في الآخر. هنا مثلا في أول كلمة هاتفون، هاتفون، هاتفون. ها، طرم ها، هاتفون. طيب، مزيان. ثانية، وسط الكلمة مهندس، مهندس، حرف الهاء هنا في الوسط الكلمة، تكتب كما في السهم، ها أعلى ثم أسفل. مزيان. ثانية، منبه، منبه، حرف الهاء في جملة، هل هلال الشهر، هل هلال الشهر. طيب، اكتبها على الألواح، جملة واضحة. نقول مثلا هنا، نقول هذا منبه، هذا هو المنبه، هذا هاتف، هذا مهد، هذه هدية، هذا سلهام. اسمع إشارة، أقول هذا منبه، هذه هدية. هنا كراسات. طيب، هنا تطرقوا للإملاء، درس الإملاء. ذهب هشام مع أخته إلى المدرسة. أعيد، ذهب هشام مع أخته إلى المدرسة. طيب، ألواح، اكتب كلمات هشام، هشام، طيب، حرف الألواح، مزيان، أخته،
اكتبها الألواح. أخته، مزيان، واضح؟ ضعوا الألواح. جيد، اكتب كلمة ذهب. هنا حرف الهاء وسط الكلمة، ذهب. طيب ضعوا الألواح. مزيان، حسن جدا. إذا سأمسح السبورة وأملي عليكم الجملة كلمة كلمة، واضح؟ نعم. ذهب هشام مع أخته إلى المدرسة. ها، شوفوا السبورة وغتصحوا تصحيح بالقلم الأخضر. كلمة إذا كانت خطأ سطروا تحتها ثم صححوها فوقها. مزيان، فهمتوا؟ مهلة للتصحيح. حسن جدا. يعني إلى اللقاء أعزائي، حصة أخرى إن شاء الله.